للمزيد حول تنمية الصعيد معنا عبر الهاتف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة. دكتور خالد، بعد التحية، يعني القيادة السياسية تهتم اهتماما كبيرا بملف تنمية الصعيد، يعني كيف ترى أولا ما تحقق حتى الآن في ملف تنمية الصعيد؟ اهلا وسهلا بحضرتك استاذه الهام وباهلنا في محافظات مصر كلها، ويخليني يعني اكمل على بداتي حضرتك انه بالفعل زي ما اكد مع الوزير اللي هو هشام امنه انه فعلا برنامج التنميه المحليه بصعيد مصر كان محل قدم من البنك الدولي الشريك الاستراتيجي مع الدوله المصريه في انجاز هذا البرنامج، لان البرنامج كمان يا فندم حصل على جائزة أفضل برنامج تنموي ممول من البنك الدولي على المنصة الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، واعتبر من النماذج التي يمكن الاسترشاد بها والبناء على مخرجاتها في جميع المشروعات التنموية المخطط لها والممولة من البنك الدولي سواء في مصر أو في غيرها من الدول النامية على مستوى العالم، وفق ما ورد في الاستراتيجيه القطريه ما بين الحكومه المصريه والبنك الدولي في الفتره ان شاء الله من 2023 ل 2027. اكثر من هذا وذاك يا فندم ان البرنامج بالفعل على مستوى محافظه سي سوهاج وقنا واستكمالا في منيا واسيوط ان عدد المشروعات دي في 2023 2024 تم الانتهاء في الجزء ده من عدد كبير من المشروعات اللي بدورها أثمرت على الانتهاء من وتشغيل 7 مشروعات صرف صحي متكامل، لأن المشروعات بتتقسم بالتكامل سواء كنا بنتكلم على مياه شرب، صرف صحي، طرق، دعم تكتلات اقتصادية، إقامة مناطق صناعية، تدعيم خدمات الصرف الصحي كانت بإجمالي استثمارات 3.5 مليار جنيه استفاد منها ما يزيد عن 3.5 مليون مواطن، بالإضافة إلى أحياء كانت متعثره كانت بتكلفه تتعدى 6 مليار جنيه، نفذنا 4 محطات مياه شرب و34 اشتغال وتجديد لشبكات مياه الشرب، طبعا ده فضلا عن مشروعات اتنفذت بلغت حوالي 738 مشروع خاصه برصد طرق اللي هي باجمالي اطوال 1000 كيلو في 18 مركز و49 مشروع رصف جاري الانتهاء منها ان شاء الله خلال. طب دكتور خالد، يعني تحدثت عما تم تنفيذه وانتهى بالفعل في عام 2023، ماذا عن الجديد وملف التنمية في الفترة القادمة؟ هل هناك مشروعات إضافية في محافظات الصعيد؟ مما لا شك فيه طبعا هناك مشروعات ان شاء الله هتستكمل على مستوى كمان محافظتي منيا واسيوط، وخليني اكد لحضرتك ان المشروعات اللي هتكون برضو فيها تكامل هي مشروعات المناطق الصناعيه، وهنستفيد على ما تم الاستفادة منه في المناطق الصناعية سواء كنا بنتكلم على مستوى طهطة أو بنتكلم على مستوى الشندويل أو بنتكلم على البنية التحتية الخاصة بالتكتلات الاقتصادية، كذلك الأمر تحسين الخدمات المتعلقة بإزاي تدريب الكوادر البشرية اللي تقوم بتشغيل مثل هذه المناطق اللي تم استخدامها، خاصة بيتم التعويل على القطاع الخاص، وطبعا بالإضافة إلى طبعا المراكز التكنولوجية وعدد الخدمات اللي استفاد منها حوالي 113 متدرب بالمحافظات الأربعة. نهينا كمان عن الاستفادة من مكون تحسين الخدمات، أثرنا عن نجاح 14 مركز على مستوى المحافظات إنها تقلل من المدة الزمنية لاستخراج رخص والمحلات بنسبة تتراوح من 50 ل 60%، بالإضافة طبعا بقت 4 مناطق صناعية زي كلاحيط بقفط والمنطقة الصناعية بالهو، كذلك بغرب طهطا وكذلك غرب جرجة، وده طبعا يعني باستثمارات تقدر بحوالي 6.1 مليار جنيه هيتم التعويل عليها إن شاء الله في إدارتها من خلال القطاع الخاص إن شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات الوافية، الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.